السلام عليكم أعزائي الطلبة بالمرحلة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية، وأهلا بكم محاضرة جديدة بمادة مهارات الحاسوب. راح نكمل بهاي المحاضرة الشيء اللي بديناه بالمحاضرات السابقة حول استعراض الدوال المكتبية أو الدوال المضمنة ضمن برنامج الماتلاب، واللي يعني هي فائدتها كبيرة جدا في تسهيل عملية البرمجة وتسهيل الحصول على النتائج يعني الرياضية والمنطقية. أيضا راح نأخذ هالمحاضرة نوع آخر، أو خلينا نقول مجموعة أخرى من الدوال، اللي هي الدوال نسميها الزائدية، الهايبربوليك فانكشنز. طبعا هاي الهايبربوليك فانكشنز أو مرات يسموها الهايبربوليك تريجونومتريك فانكشنز، مثلثية زائدية. هاي يعني هي تحمل نفس الاسم اللي تحمل الدوال المثلثية العادية، يعني بها جيب، بها جيب تمام وبها ظل، بس يضاف للاسم اللاحقة H، يعني جيب مالته هو ساين H، أوكي، الجيب التمام كوساين H، أوكي، الظل هذا هنا ظل تان H، تان H إلى آخره. فهي تحمل نفس المسمى، لكن هي تختلف عن الدوال المثلثية الاعتيادية انه تعريفها يتم اشتقاقها من الاكسبوننشال فانكشن، من الاكسبوننشال فانكشنز. فعندنا مثلا الساين، الساين الزائدي هو شنو اساسا؟ هو عبارة عن الاي تو اكس ناقصا العفو اي تو ناقص اكس على 2، اوكي. يعني هو هاي الدوال هي صح دوال، يعني يسموه ساين زائدي او هايبربوليك ساين، لكن هو كتعريف مشتق من الاكسبوننشال فانكشن، اوكي، من الاي اي تو باور اكس. وقلنا الاي هو الاويلر نمبر اللي هو 271. نفس الشيء الجيب التمام الزائدي هو اي تو اكس زائدا اي تو ناقص اكس على 2. فنفس التانجنت ايضا هو شلون بالمثلثات هو عباره عن الجيب على الجيب تمام، نفس الشيء ايضا هنا التانجنت الزائدي هو حاصل قسمة الساين الزائدي على الكوساين الزائدي. فهنا لما يتقسمون راح الاثنين تختصر، فيبقى بالبسط الحد البي ناقص وبالمقام الحد البي زائد. طبعا هي يسموها نفس مسمى الدوال المثلثية لأسباب عديدة متعلقة باشتقاقها وتكاملها، وبها فت علاقات يعني تشبه أو خصائص تشبه خصائص الدوال المثلثية الاعتيادية. طبعا هذا موضوع بالرياضيات تاخذوه تتوسعون به، احنا فقط في المجال البرمجي. يعني الماتلاب تحتوي على إمكانية حساب مباشر للدوال المثلثية الزائدية. فعندنا ايضا كل الدوال، يعني مو فقط هنا ذاكر ثلاث دوال اللي هي جيب وجيب تمام الظل، ساين والكوش والتان. فهنا بس هي اكو ايضا السيكنت والكوسيكنت والكوتانجنت، يعني نفسه هو السيكنت هو واحد على الكوساين من الزائد ايضا، والساين والكوسيكنت هو الواحد على الساين، والكوتانجنت هو الواحد على التان. يعني اذا اريد مثلا اطبقه على الماتلاب، مثلا اذا قلنا ساين اتش خلينا نقول 2، اوكي، يعني كانه هنا دا اقول اي اس اكس ناقصا اي اس ناقص اكس على 2، اوكي. هسه من اضغط انتر يطلع الناتج 362 و69. نفس الشيء يعني هاي ايضا بها دوال عكسيه، يعني اللي هي اخلي لها مثل اللاحقه اي. شلون سوينا بالدوال المثلثيه العاديه؟ خليها اللاحقه اي، فاقول له أه ساين اتش، خلي الأ ساين اتش اوكي. راح المطلب انه فهذا الاساين اتش راح تساوي لنا فهنا نفس الشيء اذا اريد احسب الداله المعكوسه، فاقول له اساين اتش، افتح قوس، ونفس الرقم اللي حطيته فوق 362 هناك دالة عكسية استعمله 3.6269،
هسه راح ترجع لي الداله الاصل او الارجيومنت الاصلي اللي هو 2، اوكي؟ يعني هذا الساين معكوس الساين الزائدي، اوكي؟ هسه منطقي انت راح يرجع لي الرقم 2. فمثل الدوال المثلثيه بيها دوال حساب مباشر وبيها دوال مثلثيه عكسيه. نعم تفضل. اي هو يعني كانوا دا يقول مثل من التعريف هنا، انا بقى التعريف مالته شو يقول؟ يقول اي تو اكس يعني اي اس 2 ناقصا اي اس ناقص 2 على 2. فمن تحسبها يطلع المفروض الرقم اللي طلع عندنا هنا اللي هو 3 62 69، اوكي؟ هاي طبعا قبل بلغات البرمجه ما كانت موجوده، يعني تريد تحسب الساين الزائدي لازم تحسب الاكسبوننشال فانكشن بالزائد وبالناقص وتطرحهم وتقسمهم على 2، يعني 3 خطوات عندك. بس هنا بالماتلاب التسهيل امر انه نعطيك اياها حساب مباشر للساين الزائدي. اوكي؟ نفس الشيء اذا تريد مثلا خلينا نقول الكوسيكنت الزائدي المفروض عكس هذا الرقم، يعني يطلع في الشيء المفروض 1 على 3 62. فهسه اذا قلنا كوسيكنت اتش الاثنين فيطلع في الرقم 0.2757، يعني هو معكوس الشيء طلع بالساين اللي يعني كانه 1 على 3 62 69، اوكي؟ تريد ترجع الاثنين مالتها تقدر تقول له كوسيكنت هايبربوليك المن الرقم اللي طلع هسه اللي هو 0.2757 فراح يرجع لي الاثنين. اوكي؟ انا طبعا اكو اختلاف مرات بالكسور لانه ما اخذنا يعني مراتب عديده بعد الفارزه. فهي العفو بها او طريقه استعمالها مثل طريقه استعمال الدوال المثلثيه الاعتياديه، بس هنا ما عندنا درجات وريديانز لان هنا مو زوايا اللي دا اطبقها بالساين الزائدي، ولهذا ما عندنا ما نخلي دي بنهايه هذا، فقط هو هذا الاختلاف الوحيد. نخلي اي قبل رمز الساين، يعني هنا قبل رمز الساين اقدر اخلي اي او قبل رمز الكوساين الزائدي او التانجنت او كل الدوال حتى احسب الانفيرس، بس ما اخلي دي بالنهايه، اوكي؟ يعني ما عندنا هنا الارجيومنت يعني بالدجري او بالراديان، هو ياخذ قيمه واحده لان هنا مو عندنا حساب زوايا، هو التعريف مالته هو اكسبوننشال، بينما بالدوال المثلثيه لا ذيك زوايا كانت يعني بالدوال المثلثيه الاعتياديه فبيها ديجريز وبيها راديان. هنا ما عندنا يعني مفهوم الدجري والراديانس من يستعمل ويا الدوال المثلثيه الزائديه. اي هو ثابت، هو هذا الرقم اويلر يسموه رقم اويلر، هو رقم ثابت. نعم. هسه ننتقل الى المجموعه الاخرى من الدوال اللي هي دوال البيلت ان فانكشنز. هاي هي مو دوال رياضيه، نسميها الراوند اوف فانكشنز. الراوند اوف فانكشنز هي دوال التقريب. دوال التقريب هاي شو تفيدنا دوال التقريب؟ في بعض الاحيان هاي تفيدنا من عندي رقم او مجموعه ارقام بها مراتب عشريه، واريد اقرب هذا الرقم الى يعني فد عدد صحيح، اوكي؟ يعني اشيل المراتب العشريه. فهنا طبعا اكو عده طرق بالماتلاب لاجراء هاي العمليه، فعندنا اربع دوال تؤدي لي العمليه. اول داله هي فلور، ثاني داله هي سيل، ثالث داله راوند، ورابع داله هي فيكس. الفرق بيناتهم شنو؟ هسه كلها نطبقها. الفلور تقرب لي للانتجر الاصغر، قرب لي للانتجر الاصغر. يعني شلون؟ يعني اذا عندي كان مثلا 3.2 واطبق عليها الفلور، اوكي، اقول له فتقرب لي للثلاثه، اوكي؟ يعني ايش يطلع عندي؟ يطلع لي الرقم 3. بينما اذا بالسيلينج استعمل، يعني هنا الفلور ارضيه، سيلينج سقف كانه، يقرب لي للاربعه، اوكي؟ لانه 3.2 بين محصوره بين الثلاثه وبين الاربعه. فالفلور ينطيني الانتجر اللي بارضيه العدد شلون اللي بيه مراتب عشريه، فيقرب للاصغر، بينما السيلينج يقرب الى الاكبر. الفرق بين الفلور والسيلينج. الراوند شي يقرب على الاقرب مو على الاصغر، يعني 3.2 يقربها لل 3، بس ال 3.8 وين يقربها؟ يقربها لل 4 للاربعه. فهنا هذا يعني يكون اقرب الى التعريف، هذا ما يشتغل على يعني الفلور والسيلينج، يقرب على الرقم الاقرب اللي هو هذا الشيء
يعني الأكثر استعمالا. الفيكس شنو؟ الفيكس لا يشيل المرتبة العشرية بدون يعني بغض النظر عن عملية التقريب. أوكي، بغض النظر عن عملية التقريب. خلينا نشوفها على الماتلاب أفضل. أوكي، خلي نكتب فد برنامج بيها صغير حتى نستعرض النتائج بصورة أفضل. خلي هاي نضيفها الشاشة CLC. ننتقل إلى شاشة البرامج، راح أقول لك Clear CLC. راح ندخل الرقم بالبداية مثلا X، أو خلي الإكس هو راح يكون متغير. راح أقول له يعني إكس خليه بالموكا إنبوت، إكس يساوي لي أول دال هي الفلور لل 3.2. أوكي، ورا راح أقول له ديسبلاي إكس، نكرر هاي العملية. X يساوي لي سيل لل 3.2، او خلينا ناخذها 4 يعني اول شيء بس على الفلور. فلور ما راح اقول له 3.2، راح اقول له 3.8. اوكي، وبعدين ايضا اقول له ديسبلاي X. بس هذول نقدر نكررهم، نختارهم اثنينهم، نقول له كنترول سي، ننزل كنترول في. هسه راح اطبقه ويا الارقام السالبه شلون، نشوف شلون اشتغل. فاقول له فلور ناقص 3.2، وهنا اقول له فلور ناقص 3.8. اوكي، نكرر هاي العمليه للسيلينج، فكلهم نختارهم، نقدر كنترول سي كنترول في. اوكي، بس مو كان كل فلور راح اخلي سيل، وهذا ايضا راح اخلي له سيل، وهذا ايضا راح اخلي له سيل، وهذا ايضا اخلي له سيل. اوكي، خلينا نطبق هذا البرنامج نشوف ايش راح تطلع عندنا نتائج. هسه راح اسوي له ران، يطلب اول شيء اسم البرنامج، فراح انطيه التقريب، راح اقول له راوند اوف راوند اندرسكور اوف انتر. فطبقت البرنامج. هسه نشوف، هسه احنا كم جمله طبعنا؟ طبعنا 8 جمل، فعندنا 8 من الاوتبوت. خلينا نستعرضها من البدايه. هسه من دا اقول له فلور 3.2 راح يقرب لي الى ارضيه الرقم، فاقرب عدد صحيح بس بالاتجاه الاقل يعني بالارضيه صاير، او اقرب عدد صحيح اقل من الرقم الاصلي هو الرقم 3، ف 3.2 اقرب لها هو 3. 3.8 ما راح يقربها الاربعه، لان داش تول على الفلور، فايضا ينزلها وين؟ للثلاثة. فنتيجة الـ 3.8 أيضا 3. بالأرقام السالبة تختلف العملية، ليش؟ لأنه بالأرقام السالبة من ينزل الرقم الصغير يزيد بالقيمة السالبة، فالناقص 3.2 من أريد أقربها إلى عدد صحيح أصغر من عندها، شنو عدد صحيح الأصغر من ناقص 3.2؟ هو ناقص 4 أساسا، فالتقريب الشيء يصير ناقص 4، وكذا نبدأ أشتغل بالسالب. نفس الشيء الناقص 3.8 التقريب ما تشي يصير ناقص 4. واضح؟ فإذا سلوك الفلور يختلف ما بين الأعداد الموجبة والأعداد السالبة. الأعداد الموجبة العدد الصحيح مالتها يكون أقل، يعني قيمته أقل من العدد اللي بيكسور، فينشال الـ 0.2 والـ 0.8 يبقى بس الثلاثة. بينما بالنسبة للعدد السالب القيمة الأصغر راح تكون زيادة يعني بالقيمة السالبة، فالتقريب يكون باتجاه قيمة أكبر بس بالسالب. فمن تنشال يعني ما تنشال 2.2 التقريب يصير للناقص 4. أوكي، فيصير
رقم أكبر بس هو بالسالب، ناقص 4 وناقص 4 بالنسبة إذا كان 3.2 أو 3.8. بالنسبة للسيلينج بالعكس راح تصير العملية، يعني إذا راح أنزل السيلينج هم ذول الأربع أرقام الأخيرات، فهنا الـ 3.2 راح يقربها إلى عدد صحيح بس أكبر من العدد الكسري، فأكبر عدد صحيح فوق الـ 3.2 هو الأربعة. فالعبارة الأولى إذا 3.2 التقريب مالته راح يكون 4، بينما الـ 3.8 هم 4 أوكي، لأن اثنيناتهم يشتركون بالعدد الكبير. بالقيم السالبة الرقم الكبير راح يكون باتجاه الصفر، فالناقص 3.2 الرقم الأكبر منها هو ناقص 3، وبالنسبة للناقص 3.8 أيضا ناقص 3 أوكي. فهي بس حتى يعني تقدرون هاي انتو تستنتجوها بدون حتى البرمجة، انه من التعريف انه الفلور ينطي الرقم الأصغر والسيلينج ينطي الرقم الأكبر أوكي. هسه راح نطبق نفس العملية على الدالتين المتبقيات اللي هم الراوند وفيكس، وراح اسوي لهم كوبي كلهم ذولا كنترول سي وانزل كنترول في. بالبداية راح الغي حتى لا يصير عندي واي نتائج، راح ازيل التفعيل مؤقتا اوكي. هسه التنفيذ راح يكون على الاخر 8 جمل. هسه انا شرد اشتغل، اريد اشتغل على ال الدالة راوند وفيكس، فمكان كل فلور راح اخلي راوند 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 يعني يقرب، هاي ايضا راوند كلمة راوند، وهاي ايضا راوند، ومكان كل شيء راح اخلي فيكس، هذا فيكس وهنا ايضا فيكس وهنا ايضا فيكس وبالاخير ايضا فيكس. هسه راح اجي انفذ البرنامج، خلينا نشوف عفوا السلوك شو راح يصير. اوكي نقدر نطلع بيناتهم فد رقم حتى يميز بين المجموعه الاولى والثانيه مثلا، اقدر اقول له ديسبلاي فد مجموعه يعني خلينا نقول على ايش اشارات، بس لازم اخلي لها ايضا الكوتيشن حتى تشتغل، هام اخلي لها كوتيشن صغير فينطبع بين هذا حتى تعرف ياهو مجموعه ولا ياهو مجموعه ثانيه اوكي. هسه كتبناها بطريقه صحيحه، شنو الخطا؟ يوز براكيت از ان نيسيسري اوكي، يقول ان نيسيسري شيله ما يريده. انت دائما اقرا التعليقات حتى اشوف شنو هذا. هسه راح انفذ البرنامج، نفذ لي البرنامج في المجموعة الأولى والثانية بيناتهم هاي النجوم اللي أنا طبعتها. نجي هسه على المجموعة الأولى. المجموعة الأولى دا تشتغل على أمر راوند، فقلنا راوند يقرب دائما للعدد الأقرب أوكي، فالـ 3.2 أقرب عدد صحيح لها شنو هو؟ هو الـ 3، بينما الـ 3.8 أقرب عدد صحيح لها شنو؟ هو الـ 4، وهذا هو الشيء المنطقي أو القريب أكثر شيء يعني قريب على مفهوم تقريب الأعداد أوكي. الناقص 3.8 أقرب رقم لها شنو؟ ما له علاقة هسه بالسيلينج والفلور، يروح على الأقرب، الأقرب هو ناقص 3، ونفس الشيء بالنسبة للناقص 3.8 أقرب رقم لها هو ناقص 4. فهذا الراوند هو نقدر احنا يعني الأكثر فائدة، إن من اللي تقرب العدد البيكسور إلى أقرب عدد صحيح له. بالنسبة للمجموعة الأخرى تشتغل على الفيكس، فيكس قلنا ما له علاقة بالتقريب، يشيل فقط يقتطع ما بعد الفارزة بدون النظر إلى يعني قرب الرقم أو بعده عن العدد الصحيح. فهنا أنا من أقول له فيكس 3.2 شيل الـ 0.2 تبقى بس الـ 3، من أقول له فيكس 3.8 هم يشيل الـ 0.8 فيبقى بس 3، ومن أقول له فيكس ناقص 3.8 يشيلها ما له علاقة فيبقى بس ناقص 3، ومن أقول له ناقص فيكس ناقص 3.8 يشيلها الـ 0.8 بقي أيضا ناقص 3. فهنا نلاحظ أنه المجاميع الأربعة كل واحدة من عندها تنطي نتيجة شكل، يعني هسه إذا ردنا نطبعها كلها كنترول سي، ها هم أخليه هنا
واجي ذول ازيل التفعيل حتى اشوف النتائج الاربعه اللي صارت، وايضا نعم اقول لك كنترول في وازيل التفعيل عن الشيء اللي سويته، ازيل التفعيل. اوكي هسه انفذ البرنامج كله بكل الدوال اللي يبي، فتنفذ البرنامج. هذا لاحظ انه كل داله تعطيني ارقام شكل، يعني المجموعه الاولى اللي هي مجموعه الفلور انطتني 3 3 ناقص 4 ناقص 4، المجموعه الثانيه بالسيلينج 4 4 ناقص 3 ناقص 3، المجموعه الاخرى 3 4 ناقص 3 4 اللي تختلف عن الشيء اللي السابق. اوكي والمجموعه الاخيره 3 يعني كلها ثلاثات، 3 3 ناقص 3 ناقص 3، فكل داله تعطيني نتائج مختلفه، فانا اشوف يا الشيء اللي انا احتاجه او متطلبات العمل مالتي استعمله، استعمل الداله الملائمه له. هاي هي دوال التقريب او الراوند اوف فانكشنز الموجوده في بالماتلاب. المجموعه الاخيره اللي هي راح ناخذها اليوم اللي هي السورتنج فانكشنز، فالخمسة بوينت سكس مجموعة السادسة اللي هي sorting functions. sorting يعني دوال الفرز، دوال الفرز حقيقة. هاي الدوال هي دوال مهمة من الناحية البرمجية، وراح نلاحظ انه نحتاجها بكثرة بالعمليات اللي احنا يعني عمليات البرمجة. هاي الدوال تشمل مجموعة من يعني الفرز. ايش نقصد به؟ يعني انا عندي مجموعه ارقام، مجموعه الارقام مثلا لو اريد اطلع بها الرقم الاكبر، هذا يعتبر من عمليات الفرز، يعني اطلع من هاي المجموعه اكبر رقم الماكسيمم نمبر، او اطلع الرقم الاصغر اللي هو المينيمم نمبر. وممكن الارقام ابقيها كلها بس ارتبها ترتيب تصاعدي من الرقم الاصغر صعودا الى الرقم الاكبر، يعني هي عشوائية جاية، أجي أرتبها ترتيب تصاعدي فمن الرقم الأصغر إلى الأكبر، وممكن أرتبها بالعكس تنازلي من الأصغر من الأكبر إلى الأصغر وهكذا. وتوجد أيضا دوال أخرى ممكن تشتغل على جداول أيضا، يعني ترتب قيم جداول نأخذها واحدة واحدة. فإذا نريد نكتب عليها نقول these functions are used to sort the input the given data in several ways طرق متعددة. نقول they include the following functions. They include the following functions. تشمل الدوال الآتي. أول دالة اللي هي أي أو عشان نكتبها finding، يلا خلينا نكتبها أي finding، إيجاد the maximum، finding the maximum value هاي إيجاد القيمة العظمى. هاي تم using the command أو the function نسميناه max، دالة اسمها max. أوكي دالة اللي تجد لي القيمة العظمى. ممكن نحسب القيمة الصغرى، نقول finding the minimum value. هاي بيستم هاي تم using the function minimum من اوكي يعني اختصارا لمينيمم. اوكي النوع الاخر اللي هو ترتيب الاعداد تصاعديا. اوكي arranging the numbers in an ascending تصاعدي، ascending order ترتيب تصاعدي. اوكي هاش بيش يتم using
the function باستعمال الدالة sort. دالة اسمها sort. اوكي sort وحده. اوكي. والدالة الاخرى اللي هي هسه كلنا نستعرضها بالماتلاب. والنوع الاخر اللي هو arranging the numbers in descending يعني تنازلي order. هاي بيش التيم ايضا using sort using the function sort with نستعمل ويا اكو كلمة هي كلمة descend. هسه نشوف شلون with the word مع كلمة descend. خلينا نشوفها على الماتلاب شلون تشتغل. فعندنا شنو هسه اربع دوال ماكسيما ماكس ومن وسورت وسورت ويا ديسند. اوكي نجي الماتلاب نشوف شلون نطبقها. خلي نجي هنا ناخذها بصيغة فد برنامج حتى تكون عندنا هذا. نقول مثلا رايت ماتلاب بروجرام to find the maximum find the minimum number of the given numbers الأرقام المعطاة numbers use the program استعمل البرنامج to sort the numbers in an ascending تصاعدي non ascending then descending order. الارقام شنو هي مجموعة ارقام اللي هي مثلا 2 5 7 ناقص 3 8 ناقص 2 6 10 25 15 الى اخره. كم رقم 2 4 6 8 10 ارقام. هاي العشر ارقام راح اجري عليها اول شيء اجد القيمة العظمى بعدين القيمة الصغرى بعدين ارتبها تصاعدي وارتبها بعدين ترتيب تنازلي. هسه السؤال راح اخلي لها الكومنت. هسه نجي نحل السؤال. ننظف هاي الشاشة CLC. نجي هسه الارقام بالبداية حتى نحل السؤال اول شيء راح اقول لك clear CLC. نجي ندخل الارقام راح نعطيها المتغير x اسميها x يساوي نفس الارقام فوق فسوي لها copy control C ننزلها جوا control V وخلي لها بالنهاية علامة الفارزة المنقوطة. اوكي هنا طبعا انا تارك فراغات بين الارقام فما يعني ماكو داعي استعمل فارزه عاديه يعني الفراغ ينوب منها بالفارزه. نجي بالبدايه نحسب القيمه العظمى راح اسميها مثلا اي كابيتال. شو تساوي لي ماكسيمم المن للاكس فهو اوتوماتيكيا راح ياخذ المصفوفه اكس يطلع فقط الرقم الاعظم من عنده اللي هو هنا عندنا الرقم 25 فالاي هنا اوتوماتيكيا راح ياخذ القيمه 25. اذا اريد المينيمم شو اقول له؟ اقول له بي مثلا يساوي لي مينيمم ام اي ان الاكس فهو ايضا راح يجرد الارقام ويطلع لي فقط المينيمم فاليو من الارقام اللي هو هنا ايش عندنا؟ ناقص 3 اللي هو اصغر رقم بالمجموعه. اوكي؟ نجي هسه على الامر سورت. السورت قلنا يشتغل بطريقتين يرتب تصاعدي ويرتب تنازلي. اذا اريد الترتيب التصاعدي
مثلا راح اسميه AS Ascending ASD مثلا مصطلح من عندي يساوي لنا Sort المن للإكس أيضا. طبعا هنا السورت هو راح يبقي لي كل الأرقام، فنتيجة الأمر سورت هنا كل الأرقام بس مرتبة بترتيب طريقة تصاعدية من اليسار إلى اليمين، يعني هو بالإنجليزي يشتغل. فراح يبدي بالرقم ناقص 3 بعدين ناقص 2 بعدين المفروض يروح للاثنين وهكذا، يعني من الرقم الأصغر للأكبر. هي طبعا لسه مبعثرة بس هو الأمر سورت راح يرتبها، هذا ترتيب تصاعدي من الأصغر للأكبر. إذا تنازلي أيضا الأمر سورت راح أسميه مثلا ديسنت دي اس دي اس مثلا دي تنازلي عفوا شو يساوي لنا ايضا سورت وايضا للاكس. بس هنا شلون يشتغل الامر؟ يشتغل ويا كلمه ديسند، يعني نفس الامر استعمله بس شنو اضيف له لاحقه للامر. شلون اضيف اللاحقه؟ خلي فارزه وافتح هذا الكوتيشن العلامه الفوقيه واكتب كلمه ديسند DESCE descend. اوكي descend يعني نزول. اوكي فبنت تلون عندي بهذا اللون معناها اشتغلت، اسد القوس الدائري. اوكي فالامر سورت اذا واكو يعني هواي من الاوامر البرمجيه تشتغل بهالطريقه. يعني هسه هاي كلمه descend هنا الوارده بالامر هي مو يعني مو عباره تطبع زين مثل ما بالديسبلاي او مثل ما بالانبوت من كنا نطبع عبارات ونخليها بين تو كوتيشن مارك، لا هاي ديسنت هي هم امر برمجي هم مرتبيها بالماتلاب بحيث الها في التاثير على الامر سورت، تحول لي عمليه الفرز من فرز تصاعدي الى فرز تنازلي. فاللي بلا ديسنت هي التصاعدي السورت الوحده، والسورت اللي ويا ديسنت هي الفرز التنازلي. اوكي خلينا نشوف النتائج نطبع. فراح نطبع اول شيء العنصر الاكبر راح اقول له ديسبلاي، راح نرجع الى هذا الايعاز اللي هو النمبر تو سترينج. فش اقول له؟ اقول له مثلا the maximum number is زين فارزه راح اخلي له الايعاز number 2 هذا اخذناه بدايه السنه string واخلي الرقم اللي اريد اطبعه اللي هو a. نسد القوس الدائري ونسد القوس المربع والقوس الدائري الآخر. فهنا إذن الإعاز display نقدر نستعمله أيضا لطباعة رقم مع ملاحظة قبل الرقم. فالملاحظة هي the maximum number is خليناها بين two quotation marks، ونجي الأي هو الطبع اللي هو الماكسيمم، الأي هو الماكسيمم فما اقدر اطبع ويا العباره مباشره، استعمل ويا الداله نمبر تو سترينج. يعني انا استعمل الديسبلاي مكان الاف برنت اف لغرض طباعه جمله مع رقم، فلازم استعملها بهاي الصيغه. نفسها اقدر استعملها ويا المينيمم فاختاره كله، اقول له كنترول سي وانزل جوا اقول له كنترول في، بس بمكان الماكسيمم راح اقول له ذي مينيمم نمبر حتى تظهر على الشاشه از مكان الاي المينيمم ياهو عندي هنا هسه اللي هو البي. اوكي فمكان الاي خلي له بي بي كاب بي كابيتال. ونفس الشيء البقيه لا هسه ما راح اطبعها، البقيه راح اطبعها فقط ديسبلاي لان هي ارقام مرتبه تصاعديا وتنازليا. فراح اقول له بس ديسبلاي اي اس سي اي اس دي العفو اي اس دي وجواها نطبع الأرقام المرتبة تنازليا اللي هي display DSD DSD. هسه نجي نطبق البرنامج ونشوف ايش راح يطلع عندنا. فنقدر نصغر اللوحة شوية ونجي نطبق البرنامج. ايضا راح يطلب اسم جديد راح اسميه sort او sorting لان sort هو اسم امر فاقول له sorting افضل. فهنا اجى رتب لي الارقام. طبعا هنا الارقام خلي شوي نكبر
ونجي حد من بين عندنا نعطي مجال اكثر للشاشه ونجي نطبع. فنلاحظ انه طلعت نتائج البرنامج. فنشوف انه مثل ما قلنا اكبر رقم انطبعت العباره ذا ماكسيمم نمبر از 25. اوكي، فاذا اعظم فعلا هو رقم 25 هو اعظم رقم بالمنظومه، فطلعناه باستعمال الداله ماكس. المينيمم نمبر ايش قد هو ناقص 3، ايضا طلعت النيا الداله ماكس. هسه الارقام العشره اريد ارتبها تصاعدي، رتبناها فانطبعت من الناقص 3 الى ال 25 تصاعديا، ناقص 3 ناقص 2 2 5 6 7 8 الى اخره. اذا اريد ارتبها تنازلي باستعمال هذا، اول شيء باستعمال السورت، اذا سورت ويا ديسنت راح يعكس الترتيب. فنلاحظ انه يبدي من الكبير من رقم 25 اللي كان هنا هو اعظم رقم، يجي وراء ال 15 فينزل 25 15 10 8 نزولا الى اصغر رقم. فهنا رتبها تصاعديا من اليسار الى اليمين، وجو رتبها تنازليا ايضا من اليسار الى اليمين. فهذا تم عن طريق الامر الامر سورت. اوكي، فاستعمالها سهل جدا، مجرد انه تكتب كلمه سورت وبالتصاعدي سورت وحدها، بالتنازلي سورت وياها ديسنت. اوكي، وبالنسبة للماكسيموم والمينيموم هنا، أنا بالنسبة للماكسيموم والمينيموم اكو ممكن نسوي في التطوير للامر. يعني هسه هنا مثلا الرقم الصغير او الكبير ال 25 وين جاي؟ اللي هو الرقم التاسع. فاريد البرنامج يحدد لي، يقول لي يابا ترى هذا القيمة ما تلقد وتسلسله هو رقم 9، شلون نسوي هذا الماكسيموم والمينيموم بهالطريقة؟ نسوي تطوير للامر. فنجي بمكان ماكس، مكان الماكس ما اخصص له متغير واحد اسمه اي، راح اخصص له متغيرين بحيث الاوتبوت يكون رقمين. فمن يكون الاوتبوت رقمين، يعني مو بس اي وياه في الشيء، اخليه داخل اقواس مربعه. فافتح قوس مربع باليسار، اول قيمه راح تمثل لي الفاليو، اوكي، فهي الاي نفسها. ثاني قيمه ايش راح تمثل لي؟ تمثل لي التسلسل، راح اسميه مثلا اندكس. اوكي، اندكس، اوكي، او الماكسيمم اندكس، ماكس اندرسكور اندكس. زين، تسلسل من التسلسل التاسع يساوي لي شنو؟ نفس العباره ماكسيمم الاكس. هسه ايش عندي؟ صار عندي رقمين، هاي الفاليو. اوكي، هنا طبعا ليش يقول لي اي؟ لانه الاي استعملته مرتين، راح اسميها خلينا نقول اي اندرسكور، طيب غير اسم اي اندرسكور 1 حتى اميزها عن الاي اللي بالبدايه. اوكي، هسه انا راحت الاشاره الحمراء، دائما انتبه لها. يعني انت من تستعمل رمز وتستعمل رمز شبيهه يقول لك لعدل فوق، ما راح يستعمل لان انت وراء مستعمل نفس الرمز. اوكي، فينبهك الماتلاب على هاي الفقره. فهنا الامر ماكسيمم شلون يشتغل؟ عندنا اول شيء بين الاقواس المربعه هو الفاليو اللي هو الاي اندرسكور اي، زين، وثاني رقم هو الاندكس. اوكي، يعني حتى تريد تكتبها هيك حتى يكون واضح بالنسبه لك، اول رقم هو الفاليو، فاليو خلينا نكتبه هيك، وثاني رقم هو الاندكس افضل، زين، الان اندكس. اوكي، فاول رقم فاليو، ثاني رقم اندكس. من تجي تطبعهم ذول تقدر تطبعهم كل واحد على حده. يعني من تجي تقول له ديسبلاي، تقدر تقول له ديسبلاي، اوكي، قوس مربع، قول له الفاليو يساوي لي يساوي ايش قد هي الفاليو؟ هي الفاليو كلمه فاليو. اوكي، فارزه يا ما اشتريت تطبع الاندكس، ويا ما تقول له الاندكس يساوي، خلي شويه فراغ، قول له الاندكس او التسلسل، اي الاندكس، احنا الاندكس ما مفهوم، خلينا نسميه مثلا التسلسل او اللوكيشن، اللوكيشن الموقع يساوي شيء يساوي من قيمه هذا هو الاندكس للدلاله على الموقع. اوكي، يساوي لنا الاندكس. بس احنا غلطنا في الشيء، شنو هو غلطنا؟ انه ما حطينا النمبر تو سترينج، فهو شيء يسد القوس المربع، ينسد ويا القوس المربع والدائري ويا الدائري، تبقى بس دولة اخلي لهم نمبر تو سترينج. اخلي واحد هنا واكتب له
num to str وهذا ايضا سوي له copy وحطه قبل الفاليو همينه control v control v number to string المل الفاليو اوكي هسه كملت العباره صارت عباره طويله عباره طباعه بس هي فراح يطبع لي هسه الفاليو راح تكون هي 25 بالنسبه للماكسيمم واللوكيشن مالته هو اللوكيشن رقم 9 التسلسل التاسع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اوكي فراح يطلع عندي فاليو يساوي لنا 25 لوكيشن يساوي لنا 9 خلينا ننفذ ونشوف سوي رن وطلعت ال فاليو يساوي لنا 25 واللوكيشن يساوي لي 9 لوكيشن يساوي لي 9 مثل ما انا ردت اوكي حتى ذول اقدر اشيلهم مع مال ماكسيموم مينيموم بعد هو الماكسيموم نفسه ال 25 بارز هنا وبارز هنا وكررها للمينيموم هاي العباره اوكي يعني هنا الديسبلاي مال ماكسيموم والمينيموم اقدر اشيله او الغي تفعيله مؤقتا والعباره هاي اللي بيها الفاليو واللوكيشن طبعا اول شيء اني اكرر للمينيموم يعني هنا هاي العباره العفو وينها هاي جوا هاي كنترول سي كنترول في راح اكررها للمينيموم بس بالمينيموم راح استعمل غير فاليو يعني فاليو راح اسميه فاليو 1 وهذا راح اسميه اندكس 1 اوكي وهاي العباره هم اغيرها هم اسميها فاليو 1 واندكس 1 شيفت تو اند كنترول سي وكنترول في اللي تغير بيها هذول الفاليو هي تبقى كلمه فاليو اوكي زين يعني تقدر تسميها ماكسيمم فاليو هاي ماكس فاليو وهاي سميها مينيمم فاليو مين فاليو بس هي الماكسيمم فاليو مين تاخذ من الفاليو بس المينيمم مين تاخذ من الفاليو 1 اوكي هاي انتبه لها لان الفاليو ويا الامر ماكس والفاليو 1 ويا الامر مينيمم واضح فالعباره الرطبة بيها ماكس هنا تقدر شو تخلي بين تو كوتيشنز بس المهم اللي يشيل بين نمبر تو سترينج فابو الماكس تاخذه من ابو الماكس اللي هو الفاليو وابو المينيمم تاخذه من المينيمم اللي هو الفاليو 1 فهنا تخلي فاليو 1 اوكي اللوكيشن تبقى نفسهم لان اثنيناتهم هم لوكيشن بيهم تبقى بس اللوكيشن الثاني هو اندكس 1 انا غيرته اوكي واحده اندكس واحده اندكس 1 هاي بقى الاندكس هو للماكسيمم والاندكس 1 هو للمينيمم هسه بنجى نفذ راح تطلع عندي الصيغه النهائيه راح اقول له رن فطبع الفال فطبع الماكسيمم فاليو يساوي لي 25 اللوكيشن مالته وين رقم 9 اللي هو صاير يعني بالمصفوفه الاصليه طبعا مو بهاي المصفوفه بالمناسبه لانه من يرتبها ترتيب تصاعدي اكيد هو يكون ترتيبه العاشر فياخذه بالمصفوفه الاصليه التسلسل التاسع المينيمم فاليو هو الناقص 3 ايش قد تسلسل المصفوفه الاصليه رقم 4 يعني انا اقدر حتى المصفوفه الاصليه اطبعها من البدايه اللي هي الاكس اطبعها حتى تبين ولا ديسبلاي اكس بدون ترتيب اوكي بدون ترتيب هنا انا بنجي انفذها مره ثانيه البرنامج الطبع الاصليه انطبعت هسه المصفوفه الاصليه قبل الترتيب وانطبعت كترتيب تصاعدي وكترتيب تنازلي فهنا هنا الماكسيمم فاليو اللي هي 25 اوكي هاي ال 25 ايش قد تسلسلها كامل المصفوفه الاصليه؟ التاسع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والقيمه الاقل هي ناقص 3 ايش قد تسلسلها بالاصليه؟ رابع قيمه 1 2 3 4 فطبعا المينيمم فاليو هو ناقص 3 كفاليو بس التسلسل مالته هو 4 فالامر ماكسيمم والامر مينيمم اذا شو يشتغلون ماكسيمم ومينيمم يشتغلون يعني بطريقتين اذا بس تخلي متغير واحد يطلع لك فقط الرقم الاكبر او الاصغر يعني اذا استعملت ماكس يطلع لك الاكبر واذا استعملت مينيمم يطلع لك الاصغر
بس إذا استعملتهم ويا أقواس مربعة توضع إلى يسار الأمر وداخل الأقواس المربعة أخلي رمزين أيا كانوا أنت حر تختارهم. أنا اختاريت value وindex. أنت تقدر تقول v وi مثلا، هاي بترك لك. المهم أول رقم تخليه داخل الأقواس المربعة يمثل لي value. value مال من؟ مال maximum. وثاني رقم اللي يجي بعد الفارزة يمثل لي موقع هذا الرقم الأعظم بالمصفوفة الأصلية. نفس هذا الشيء يطبق من أطبق على الأمر minimum. أيضا الرقم الأول اللي أخليه قبل الفارزة اللي أنا سميته value 1 ينطيني قيمة العنصر الأصغر اللي هو ناقص 3. والرقم اللي يجي لي بعد الفارزة يمثل لي موقع العنصر الأصغر، يعني موقع ناقص 3 اللي هو الموقع الرابع بالمصفوفة الأصلية. أوكي؟ وهذا هو طريقة استعمال الأمر ماكسيموم ومينيموم. وقد شغلة أنا أيضا أريد أقولها أنه تطبيق الأمر على المصفوفات ثنائية البعد. هذا الأمر من يطبق على ثنائية البعد أيضا نرجع على طريقتنا السابقة أنه يطبق يعني على الأعمدة، على الأعمدة. يعني هسه فرض إذا ولدنا فد مصفوفة مثلا راح أسميها W بها خلي نقول يعني مجموعة عناصر عشوائية 3 5 7 كسطر أول، 8 2 1 كسطر ثاني، و9 ناقص 4 6 كسطر ثالث. أوكي، 3 أسطر و3 أعمدة. هسه راح أطبق عليها الأمر، الأمر ماكس، وراح أقول له مثلا فد رمز آخر راح أسميه مثلا W1 يساوي لي ماكسيمم المن للدبليو. أوكي، فراح ينطيني 3 قيم تمثل الماكسيمم مع كل عامود. أوكي، يعني هسه إذا أطبعها المصفوفة الأصلية هاي W، إذا أقول له display W وبعدين أقول له display وأطبع خط فراغ وراها display فد فراغ حتى يبين، وراها راح أقول له display W1 اللي هو الماكسيمم فاليوز. أوكي، بس اخلي ذول البقيه شيء يعني اعطلهم حتى تختلط النتائج عندي الى حد الدبليو كلهم اخليهم قبلهم اشاره يعني عدم التفعيل. هسه بقى البرنامج بس هاي الاربع او الخمسه اسطر اللي هي مصفوفه ثنائيه البعد وايجاد الماكسيمم لها، فهو ما راح يجد لي الماكسيمم مال كل المصفوفه وانما يجد لي فقط الماكسيمم مال كل عمود. خلينا نطبق ونشوف. هسه اذا سويت له رن فنشوف انه المصفوفة انطبعت، فالعمود الاول هو 3 8 9 وانا دخلته كأسطر بس هو من يطبعه يعني اختلف. هسه يعني من دخلته اول سطر 3 5 7 فعلا هو اول سطر 3 5 7، ثاني سطر ايش قد كان عندي 8 2 1 8 2 1، وثالث سطر 9 ناقص 4 6. زين نزلتهم، بس هو من راح ينزلهم صار العمود الاول شنو هو 3 8 9، العمود الثاني 5 2 ناقص 4، العمود الثالث 7 1 6. فمن طبقت الامر ماكسيمم على المصفوفه دبليو كلها هي دبليو، اوكي، راح يجي على العمود الاول يختار اعظم قيمه، يا هو اعظم قيمه هي 9 طبع لي 9، يجي على العمود الثاني يا هو اعظم قيمه 5 طبع لي 5، ثالث عمود يا هو اعظم قيمه 7 طبع لي 7، فراح يشتغل على الاعمده مو يشتغل على المصفوفه ككل. اوكي، هنا اذا تريد مصفوفة ككل طبقة مرة ثانية الأمر، يعني شو تقول له؟ قول له مثلا W2 يساوي لي ماكسيمم المن للW1، يعني مصفوفة النتائج دول الثلاثة 9 و5 و7 فراح يطبع لك بس 9، فقول له ماكسيمم للW1. أوكي، هسه ما راح تقول له display W2 يطبع لك رقم 1 اللي هو 9. زين، فهسه تيجي تنفذ البرنامج صارت العملية على مرحلتين. أول مرحلة يطلع لك الماكسيمم مال كل عمود، بعدين هاي المصفوفة الناتجة مصفوفة القيم العظمى للأعمدة أطبق عليها اللي هي W1، أطبق عليها الأمر ماكسيمم مرة أخرى، أطبق عليها الأمر ماكسيمم مرة أخرى، أطلع العنصر الأكبر ما بيناتهم، يعني العنصر الأكبر ما بين 9 و5 و7 اللي هو 9، وأجي أطبعه سميته W فطبعت 9. فإذا عندك مصفوفة ثنائية البعد لازم تطبق الامر ماكسيمم عليها مرتين، مره تطبق الطبقه حتى تحسب الماكسيمم مال كل عمود، القيم تطلع عندك القيم العظمى مال الاعمده تجي
هي تطبق على الأبر ماكسيمم مرة ثانية، فيطلع الماكسيمم مال القيم الكلية مال كل المصفوفة ثنائية البعد. طبعا هاي العملية تطبق مو فقط على الماكس، تطبق أيضا على أمر مينيمم أيضا. يعني إذا أطبق الأمر مينيمم هسه أيضا يعطيني نفس النتائج. مو كان كل ماكس راح أخلي مينيمم M I N، وهنا هم راح أخلي مرتين استعملته M I N. فنشوف هسه، شوف هسه إيش عندك هسه. هسه الأرقام هاي الأصلية ما اختلفت المصفوفة، بس القيم هاي هسه راح تختلف. هسه هي 9 5 7 ويطلع 9. هسه من أطبقها كمينيمم أسوي لها سرن، نشوف إنه اختلفت العملية. قام يختار القيم الصغرى، فنزل 3 من العمود الأول، والناقص 4 من العمود الثاني، والواحد من العمود الثالث. بعدين طبقت مرة ثانية عليهم، اختار الناقص 4 اللي هو المينيمم مال المينيمم فاليوز مال أعمدة. أوكي، فإذا هذا الأمر أيضا، الأمرين ماكسيمم ومينيمم يطبقون نفس القاعدة اللي تستعملها أو تستعملها لغة ماتلاب ويا كثير من الأوامر أو الدوال البرمجية، أنه من أطبقها على دالة أو على مصفوفة ثنائية البعد تطبق على كل عمود على حدة، تطبق على كل عمود من المصفوفة ثنائية البعد على حدة، ما تطبق على كل عناصر المصفوفة ثنائية البعد. نكون بهذا أعزائي الطلبة انهينا محاضرتنا لهذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله بمحاضرات مقبلة. شكرا لإصغائكم.